بغيتي اختي تهني من التجاعيد، بغيتي تهني من التكماش اللي عندك في البشره ديالك، بغيتي الوجه ديالك يولي مجبد. اليوم غنعطيك كريم غالي الثمن، كريم غتحضري غير انتي في الدار، كريم قاهر للشيخوخه، قاهر للتجاعيد. غترجعي بنت العشرين حتى ولو تجاوزتي السن ديال الأربعين، هذا الكريم تيرجع لك الشباب ديالك. كريم تيقشر البشره، كيرطب البشره، كيجدد الخلايا ديال البشره، وتيرمم لك البشره ديالك. هذا الكريم هذا تيمحي التجاعيد، سواء اللي عندك تحت العينين او اللي في الجبهه او اللي حول الفم. كريم من اروع الكريمات اللي يعني تيعطيك واحد النتائج يعني خطيره، يعني في شد البشره. كريم اللي تيوحد لك اللون ديال البشره ديالك، تيقضي على ليطاش، ما تيخليش المسامات، كذلك تيقضي على الرؤوس السوداء. كريم اللي غتجربيه غترجعي تشكريني عليه، كريم ملكي خطير في التبيض وخطير في شد البشره. غادي نبداو على بركه الله. اللي عندها الوجه ديالها مكمش، اللي عندها وجهها في تصبغات، اللون ديالو غير موحد، عندك مشاكل ديال الحبوب او الاثار ديال الحبوب، كيف ما قلت لكم الرؤوس السوداء، مرحبا بكم معايا. اليوم غنعطيكم الحل في هذا الفيديو هذا، والوجه ديالك غادي يولي بحال البيضه المقشره، البشره ديالك غتولي بشره بحال ديال اللي بيبي الصغار. المهم كريم هذا اللي غنعطيكم اليوم شي حاجه اللي طوب. غادي نبداو على بركه الله. عندنا اول مكون اللي هو اللوز، كناخذوا واحد الكميه ديال اللوز، غير كميه هكا قليله، يعني ماشي بزاف، كتاخذوا واحد 15 حبه هكا ديال اللوز، كطحنوه مزيان، ومن بعد غتاخذوا ديك الكميه اللي طحنتوها غديروها في واحد الكاسرونه كما كتشوفوا معايا، اولا واحد الاناء، وغناخذوا الماء. بالنسبه للماء كنديروا كاس ما عامرش، المهم كما غتشوفوا معايا غنخلي منه واحد شويه، كاس ما عامرش، المهم كاس قل ربع هكا. وغنديروا هذا الخليط على النار حتى يغلى مزيان، غتطلع بحال الكشكوشه يعني بحال الرغوه، وعاد غنحيدو ونرجع معكم باش تشوفوا معايا التتمه. وما تنساونيش القبيضات ديالي واحد لايك للفيديو، بغيتكم كلكم تخليوا لي اللايكات ديالكم، خليوا لي الاراء ديالكم كذلك في التعليقات، شي تعليق زوين في حالكم والله لا يخطيكم عليا. هنا من بعد ما غلى هذاك اللوز غلى مزيان، من بعد تناخذوا صفايه وكنصفيو هاد اللوز هذا، يعني اللي غليناه كنصفيو هذا الخليط بهذا الشكل. دابا هذاك اللوز اللي طحناه كيطلق لينا الفوائد ديالو، كيطلق لينا المنافع ديالو، يعني مع الماء كما كتشوفوا معايا، كنخليه تقريبا واحد 10 دقائق هكذا على نار متوسطه، ومن بعد تنصفيو وخليو حتى يبرد، عاد تصفيو. وانا غير هنا يعني ما كيكونش عندي الوقت كنكون كنصور، لذلك نتوما خليوه حتى يبرد على خاطرو وعاد كملوا. من بعد ما غنصفيو هاد الكميه هذه كما كتشوفوا معايا، غندوزو باش نحضروا الكريم ديالنا. غنحتاجو فيه هاد الماء هذا ديال داك اللوز. بعد غناخدو واحد الكاسرونه، غناخدو ملعقه كبيره ديال النشا تكون عامره، ملعقه كبيره تكون عامره، كنضيفو عليها شويه ديال الماء وكنخلطو مزيان، غير شويه ديال الماء غير القياس اللي غيدوب لينا هذاك النشا، يعني ما كنكثروش، كنخلطو مزيان حتى ما كيبقاوش لينا دوك الحبيبات ديال النشا كيف ما كتشوفوا معايا، يعني كنخلطو مزيان. ومن بعد غنضيفو هذاك هذيك الخليط اللي عندنا، اولا داك الماء ديال اللوز اللي طبخنا فيه داك اللوز غنضيفوه،
بهذا الشكل، وغادي نردو هذا الخليط على النار غير واحد ماكسيموم 2 دقائق غير باش يتقال غيولي لينا على شكل كريم، وغنرجع معاكم. هنا كما كتشوفوا معايا الخليط ولا واجد، يعني ما تاخدش كاع وقت كتير، ولكن ضروري تبقاو كتحركوا، يعني ما تخليوش فوق النار وتتهاو عليه، خصكم ضروري تبقاو كتخلطوا باش يولي لكم على شكل كريم. الا خليتوه غادي يتحرق، يعني ما غاديش يجيكم هكا. من بعد غناخدو الزيت ديال اللوز، ممكن تعوضوه باي زيت يعني كتستعملوه البشرة ديالكم. غناخدو معلقه صغيره ديال زيت اللوز. هاد الماسك هذا ديال اللوز راه تيرطب البشره، تيقضي على دوك الرؤوس السوداء، ما كيخليش المسامات، كذلك ما تيحيد لي طاش من الوجه، الاثار ديال الحبوب، وكيجبد الوجه. ماسك من اروع الماسكات الممتازه للبشره. كنخلطوا هاد الخليط مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، ومن بعد غناخذوا هاد الزيت هذا ديال جونسون، زوين بزاف للبشره. هذا تيخلي البشره رطيبه، تيخلي البشره فيها واحد الرطوبيه اللي زوينه، يعني بحال البشره ديال لي بيبي. ملي كتغسلي البشره ديالك كتلقايها ولات زوينه ولات رطبه، خصوصا البنات اللي كيعانيو من البشره الجافه، البشره اللي كتكون ناشفه بزاف. هذا الكريم هذا غيغطي لكم البشره ديالكم. كنديروا كذلك ملعقه صغيره، كنخلطوا الكريم ديالنا مزيان كما كتشوفوا معايا، ومن بعد غنحتفظوا به. كتحتفظوا به في شي حاجه اللي تكون ديال الزاج بحال هكذا، شي حاجه اللي تغسلوها مزيان، من احسن تكون ديال الزاج ماشي بلاستيك، وغتحتفظوا به في الثلاجه، كيبقى صالح للاستعمال لمده ديال اسبوع، وتبقاو كتستعملوه، زوين بزاف. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديال هذا الماسك، اول حاجه غسلي اختي البشره ديالك مزيان، تكون البشره نقيقيه، يعني ما فيها لا ماكياج لا حتى حاجه، تكوني غاسله البشره ديالك، يعني تغسليها عاد تستعملي هذا الكريم هذا. بعد ما كتغسلي كطبقي هذا الكريم على البشره ديالك، وكتخليه واحد المده ديال 20 حتى 25 دقيقه. كريم زوين بزاف اللي غيخلي البشره ديالك تولي صافيه، البشره كتنقى، كتولي مجبده، وكيعطي يعني نتيجه من اول استعمال. ملي تبعتوه واحد الاسبوع راه الفرق غادي يعجبكم بزاف. بالنسبه لهذا الماسك ما قلت لكم راه مرطب ممتاز، يعني كيرطب البشره، وممكن ديروه حتى العنق ديالكم، ديروه ليديكم، يعني اي مكان في الجسم ديالكم ممكن دهنوا، ديروا لي هذا الكريم، يعني دهنوا هذا الكريم على اي مكان كما كتشوفوا معايا. ممكن ديروا حتى يعني العنق ديالكم كما قلت لكم، زوين بزاف البنات. مهم كريم راه كدهنوه راه كتشربوا لابو ديالكم كما كتشوفوا معايا، هو كيولي بحال الزيت ملي كدهنوا به، كيولي بحال الزيت، يعني بحال كريم بحال شي كريم شريتيه، يعني عادي كدهني به كيتشربوا الجلد، وزوين بزاف كما كتشوفوا معايا، كيعطي واحد اللمعه، كيعطي واحد الاضاءه، كيعطي واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. وهذا هو الكريم، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. كيف العاده ما تنساوش تخليو التعليقات ديالكم، وتخليو لي شي تعليق زويوان، تخليو لي لايك، وشكرا لكم بزاف بزاف. نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده، وفي امان الله.